السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ بغيت نشارك معكم هاد القفاطين ديال الكروشي، موديلات راقيه وزوينه. هذا الموديل الاسباني، هانتوما كي كتجي الخدمه ديالو كتجي غزاله. هادو الكميمات ديالو، هانتوما البنات، مخدوم بالكروشي نمره 12، يعني رقيق كيجي زوين. هو غير بالصبره، يعني ماشي الخيط ديال الرباطي. الموديل الاسباني البنات، داخل فيه العقيق لون في اللون. جايين قميصات غزالين، هانتوما في التوب الساتيني، الكاليتي ديال التوب والكاليتي ديال الخدمه صراحه زوينه، كتجي فنه زوينه هاد الخدمه البنات. وهذا اللي حداهم البنات، رندام، ما نشاركوش معكم هذا، المهم انتم غير تشوفوه وصافي. حيت اليوم ان شاء الله دايره هاد الفيديو على حساب الكروشي. نرجعوا لهاد القفاطم، انتم البنات زوينين. كاين هذا الموديل البنات، حتى هو خفيف وزوين، هذا كنقولوا ليه الحلزونه. وهذا هذا زوين حتى هو الصراحه، بحال الراندا، خفيف ورقيق، كيتسمى الكروشي ديال الكورميطه. هانتوما فيه الكورميطه من الوسط وسنينات في الجناب، وحتى الايدين ديالو الخدمه ديالهم في زوينه. هانتوما نوريكم الايدين ديالها، كتجي زوينه الصراحه بحال الراندا. قميصات غزالين وخفاف. هذا البنات اللوزه، بحال داك اللي وريت لكم في الاول، اللوزه حتى هي الصراحه كتجي زوينه فينا. هانتوما اللويزه وفيها الضرس في الجناب وفيها دوك العقيقات الوسط، كتجي خفيفه وزوينه. هاد التشكيله البنات اللي كاينه هنايا، كاين 4 ديال القفاطن، كاين هاد الاخر، هذا الساتيني مخدوم بالكحل. هاد الخدمه كتخدم على التوب، يعني مخدومه في التوب بحال الرانده، عاد داير لها الضريس في الجناب. هادي زوينه حتى هي، كتجي الخدمه ديالها زوينه وخفيفه، واليدين كيكون فيهم غير الضريس البنات. هانتوما كيجي زوين خفيف. هاد الموديلات زوينين وخفاف، كنديروهم في التوب الساتيني. هانتوما نفس الكاليتي البنات التوب، وكاين واحد الكاليتي اخر هو هذا. هانتوما هاد الزرق، هذا سميتو سنسله اولا زيكزاك، كنسميوه كروشي زيكزاك اولا كروشي ديال السنسله. هانتوما زوين، كيجي فنيون، فيه الرويصات هكا، كنديرو فيه جوج عقيقات في الوسط. هنا يعني البنات ما مركبش مزيان في المانكه، وهادشي اللي كاين البنات. هانتوما هاد الموديلات راه زوينين، كيجيو في القفاطن زوينين، تاخدو غير فكره وصافي. هاد الخدمه اللي في الصدر ديالو هي اللي كتكون ليه حتى في الايدين. وكاين واحد اخر البنات، واحد اخر في بحال هذا، انا نشوف فين هو نوريه لكم. بحال هذا حتى هو كيجي زوين. المهم هاد الكحل هنايا البنات، غير جلابه وحدها قميص فراشه، ما نوريهش لكم. غنرجعوا للكروشي ديالنا. هنايا عندنا واحد القفطان ديال جوهره بنيته صغيره بالكروشي خفيف. انتما البنات غير اللوزات صغيورين سامبل، هادي بنيته صغيره بصحتها. شمال البنات غير صغير، رقيقه الخدمه، ودرنا ليها العقيقات تما ديال الزمرد. الا ما بغيتيش ديري البنيه ديال كلا الرنده لا والو، ديري ليها شويه ديال الكروشي، كيجي زوين حتى هو. وهنا البنات نوريكم واحد القفطان اخر اللي هو هذا، بحال الخدمه ديال الاحمر، زوين البنات، غزال انيق، كيجي فنيون في اللبسه بحال هذاك الاحمر اللي وريت لكم. هانتوما الخدمه ديالو البنات بحال الرانطا الصراحه، خدمه متقونه وزوينه تبارك الله على المعلومات. وغنمشيو لهاد الجلابه البنات. هاد الخدمه كتسمى الله ما عرفتش السميه ديالها، ولكن مازال ان شاء الله غنحطها لكم. كتجي في الجلابات هانتوما البنات زوينه، كتجي زوينه بحال الطوق، يعني بحال الرانطا. هاد الموديلات جداد، وهذه هي احسن حاجه البنات، هي هادي. هادشي اللي خارج دابا موديل جديد، هذا راه مازال ما لصقناه. هانتوما البنات الله تخدم الطوق ديالو ان شاء الله، حيت نخدم هذا الموديل غنشاركو معكم كامل. المهم هادشي اللي كاين البنات في هذا الجديد، نخليكم تعاودوا تمتعوا بشويه الصور.